عندك نعاود لك من شويه. السلام عليكم. اهلا وسهلا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها السادة والسيدات ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، عصرة عن نفسي ونيابة عن كل المنظمين السهرين على هذا الحفل وهذا المهرجان الثقافي الوطني في الموسيقى الحوزي الذي هو تحت الرعاية السامية لمعالي وزير الثقافة، والذي يشرف عليه ولي ولاية الإنسان بتنظيم من محافظة المهرجان للموسيقى والحوزي. ونرحب بكم أيها الأفاضل في رياض الأندلس العريق وهذا التراث الشعبي العميق، كما أود أن أرحب بكل الحاضرين الذين لا زالوا على العهد القديم ولم يبخلوا إلا ما نودج لحضورهم. أنتم أهل العز وأهل الكرامة والمحبة لمدينة تلمسان وتاريخها المجيد. يقول المتنبي: لو أني أتيت كل بلاغات وأفنيت البحر النطق في النظم، ما كنت بعد قولي أنا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. إذا شكرا وشكرا وشكرا لكم جميعا. الموسيقى الأندلسية هي سلوة الأنفاس وقوت الأرواح وبهجة المجالس والأفراح، والحوزي بتلمسان هو من الموروث الثقافي الجزائري الذي تشترك به مع غيرها من مدارس الجزائر، مثل مدرسة الصنعة بالجزائر العاصمة، مدرسة المالوف في قسنطينة والشرق الجزائري، ومن مدينة طاقس مسقط رأس القديس سان أوغستان، مدينة سوقهراس نستضيف بعاصمة الزيانيين جمعية إشبيلية تحت قيادة براوي الصادق. تحية حارة لهم جميعا. جمعية إشبيلية استمدت اسمها من تاريخ الفن الأندلسي امتداداً من نوميديا وقرطاجة على خطى ثابتة نحو الرقي بفن المالوف على وجه الخصوص، الذي ترعرع في سوقهراس ويسري في ربوعها منذ الزمن البعيد. وكان محمد الطاهر الفرقاني رائد المدرسة الثالثة للموسيقى الأندلسية الذي يكن لطاقس معزة خاصة ولا يرفض دعوة لجمهورها، فجمهور سوقهراس ذوق لفن المالوف. الجمعية تأسست في جويلية سنة 2002 تحت قيادة صادق براوي، وتبقى جمعية إشبيلية بأعضائها طموحة للمضي قدما بفن المالوف على الخصوص، وتبليغ رسالة كاملة لهذا الموروث الثقافي الذي يروي تاريخ المنطقة التي كانت قبلة لكبار صناع الفن الأندلسي على وجه العموم، وفن المالوف على وجه خاص. إذن جمعية إشبيلية تحت قيادة الصادق براوي تقترح عليكم لهذه الليلة بداية حوزي عيد من ذمم من كلام الشيخ بن مسايب، يليه خلاص لقيت حبيبي. إذن نترككم تستمتعون مع جمعية إشبيلية، وتحية حارة لها. Thank you.
Thank you.
اللي هي من هويت صابر للسناك وخيالك بحجب عن ضي عيالي يا بدر التامر منك الروح ثمانات وحرم علي لما والصدر شفاف والله ما ظنيت يا والله ما ظنيت من بعد بحب وراك تنساني Thank you.
الياه.